بصوا انا اول خطوه عملتها عشان هعمل الرز، شوحت البصل اهو في شويه من الزيت اهو، معلقه زبده يوصل للون اللي حضراتكم شايفينه ده، وبعدين هبدا اضيف عليه شويه ميه يغلي، عايزاه يغلي غلوه. ننزل بمقادير الرز، احنا عملنا قبل كده حاجه قريبه ليه في الصياديه قبل كده، اوعدكم ان شاء الله خلال الاسابيع اللي جايه نعمل حاجات ليها علاقه بفواكه البحر واسماك. طيب عندي 3 كوبايات من الرز، انا احط رشه ملح ورشه فلفل، عندي بصل متقطع جوانح او صغير زي ما انا عاملاه ويتشوح، صلصه، قرفه، بهارات، كمون، جوز الطيب، كزبره جافه، كركم، ملح وفلفل اسود، زيت، ومرق سمك. طبعا لو متوفر مرق السمك يبقى تمام جدا، عايزين بقى المرق، وعايزين كمان يبقى جاهز عندنا. واحنا اتفقنا قبل كده على فكره مرق السمك بيتعمل بطريقه سهله جدا من عظم السمك، يعني نقدر نجيبه من السماك ونعمل احنا مرق السمك في البيت، بيبقى رائع وجميل لاي وصفه احنا عاوزين نشتغل فيها. انا كده اهو اسيبه بس يغلي والميه دي تتلون بلون الرز البني ده، وهبدا احط عليه كده شويه ايه التوابل هتزيده برده درجه لون حلوه، اللي هي جوز الطيب، البهارات، شويه رز متطعمين حلو قوي، والكمون، وهنحط توم اقدر اضربهم في الخلاط واخليه ناعم لو مش عايزه ابين اثر للبصل ده، زي ما عملت قبل كده مع حضراتكم مره وكان عجب مدام كريمه وهي حد اسكندراني عايشه في اسكندريه، فانا بيسعدني جدا يعني اراء الناس اللي على السواحل اسكندريه واسماعيليه وبورسعيد، لان هم رايهم على راسنا من فوق بصراحه، وخبرتهم في المجال ده بتبقى اوسع جدا مننا، فبيساعدنا جدا يعني رايهم. حطيت كده نص دي معلقه كبيره كركم، طبعا عايزين نستفيد احنا في الاخر بنحط ليه توليفه من التوابل، عايزه حضراتكم تستفيدوا من كل حاجه ما بناخدهاش في الطبيعي، او ما يعني ما بناخدش الكركم ده نعمل مثلا كركم باللبن زي الهند، يعني انا اول مره ذقته كان من صديقه هنديه وكان غريب، انا بالنسبه لي كان غريب مش قادره استصيغه يعني ايه بقى، فقررت من ساعتها ان احنا ممكن نطعم بيه حاجات معانا احنا تنفع قوي مع حليب جوز الهند، الطعم يمكن يبقى مقبول اكتر، رغم ان الكركم يعني ملوش طعم قوي حاد، لكن كوصفه نقدر نتقبلها، فهم ده العادي عندهم فبيستفيدوا جدا منه، حاجاتهم وتوابلهم لا يعلى عليها خالص، يعني اصليه جدا وحاجاتهم ما شاء الله يمتازوا بالتوابل يعني. هحط معلقه صلصه واحده وهقلب كده، بصوا بقى الخليط بقى عامل ازاي، وبعدين هحط بقى كده ما انا بدوبها كده بس لسه هنا، شكرا. طيب نحط بقى هنا الرز، بسم الله ده رز مصري، عايزين تحطوا رز بسمتي لو عندكم عزومه ماشي، بس طبعا الرز المصري مفيش يعني ايه احلى منه في الوصفات اللي زي دي، بصوا هيدي لون حلو وطعم حلو. كده كده هنقلب، هحتاج ميه، هبدا بقى ايه اهو اشوح كده تشويحه، وهنحط الميه، خليني بس اسخن الميه شويه، كده بصوا بقى درجه لون الرز وريحته رائعه، بسم الله. كده 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 بصوا بقى مش هكتر كتير، لان وبعدين هحط في الاخر هنا بسم الله معلقتين زيت كده، بالزيت مع الرز المصري ما بحتاجش احط ده في البسمتي، كده
ماشي كده عشان خاطرك انت بس. بصوا بقى هنبدا بقى ايه، يغلي اول غلوه ونهدي النار عليه ويبدا يتشرب بشكل لطيف، وهنغطي بقى الحركات. ممكن اشوف كده ايه، عايزين الغطا ده او نشوف كده الغطا ده. المهم ايه بقى. حلوه حلو ماشي كده اهو زي الفل زي الفل. يا ريت تشوفوا حضراتكم لونه. اهم حاجه البصل ما يتحرقش قوي، البصل ده بيغير طعم الاكله كلها، ولذلك احنا لو حد بيطلب اسماك من بره ورز من بره دايما ما تعرفوش تاكلوا رز بره ده. انا استحاله اكل رز بره بتاع سمك الحقيقه يعني، فلازم نعمل رز. فبصوا اللون الرز عامل ازاي. انا عن نفسي بحبه بسمتي يعني، ما اعرفش انا يمكن بميل للبسمتي قوي الابيض والبني، لكن طبعا المصري حلو لو معمول بشكل جميل، وده يبقى لون الرز بتاعنا.